معايا عبر الهاتف عشان نطمن على بعثة النادي الأهلي بعد وصولها إلى المغرب، سيادة السفير ياسر عثمان السفير المصري في المغرب. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. وصول البعثة اليوم، وعرفنا أن الاستقبال كان محترم جدا من الجميع، ومطمئنين إن شاء الله أن النادي الأهلي يلقى الترحاب الكامل من نادي الرجاء كعادة كل الفرق والمنتخبات المصرية التي تصل إلى المغرب. ده صحيح، الاستقبال النهاردة بصراحة كان حاجة يعني فعلا بتعكس يعني عمق العلاقات، سواء اللي بين الشعبين، سواء اللي بين النادي الرجاء ونادي الأهلي. مسؤولين نادي الرجاء كانوا موجودين كلهم في استقبال النادي الأهلي طبعا، وأنا والسفارة كلها كانت موجودة. التأمين كان كامل ويعني حاجة ممتازة. عايز أقول لحضرتك كمان إنه المواطنين اللي في المطار، الحب واللي يعني أظهروه للأهلي والود، وتصوروا مع اللاعبين ومع الكابتن الخطيب، وتلموا على اللعيبه بمنتهى الود والحب. فبصراحه النهارده كان في يعني فعلا مظاهر الحب والود فعلا كانت ظاهره جدا النهارده في استقبال النادي الاهلي. عظيم. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا حضرت اكتر من مباراه في المغرب سواء للاهلي مع الرجاء او منتخبات في المغرب، بشوف دايما الاستقبال الجماهيري للفرق المصريه والجماهير كمان. انا كنت ببقى في المدرجات بشوف الجماهير بييجوا يهزروا ويضحكوا، وتبقى قاعد وسط المغاربه وما عندهمش اي مشاكل، يعني الحماس بتاعهم الطبيعي في المباريات ده حماس زي الحماس اللي عندنا، بس هم فعلا فعلا مش كلام يمكن بيتقال وخلاص، بس هم فعلا علاقتهم دايما بينا علاقه محترمه جدا. صحيح، حضرتك وصفت الوضع فعلا بدقه جدا، يعني المشاعر والود والحب والاحترام كانت ظاهره جدا. طبعا التشجيع في الماتش والحماسه في الماتش حاجه ثانيه، وده يعني طبيعي. صح. ده يعني طبيعه لعبه الكوره يعني. صحيح. لكن الاستقبال وكرم الضيافه يعني الحرص على اظهار الكرم والحب ده كان واضح. مظبوط يا فندم. طيب، كان في كلام على انه عدد دخول الجماهير لهذه المواجهه هيبقى 35,000، ورجاء اعترض كان عايزه 45,000 مشجع. الوضع حاليا ايه؟ كم مشجع هيحضر هذه المواجهه؟ بص حضرتك، احنا توقعاتنا انه هيبقى نفس يعني الاستاد يعني سيمتلئ عن اخره، يعني ده بالتجربه اللي احنا عصرناها مع نادي الزمالك لما لعب مع الوداد، سيمتلئ الاستاد عن اخره بمشجعي الرجاء. وهيبقى التشجيع ويعني لا الجماهير هتبقى مليانه في الاستاد يعني، وده طبعا ده عامل لازم طبعا اخذه في الاعتبار طبعا يعني على اللعيبه والجو والشحن كل الكلام ده. ولكن المتوقع ان الاستاد يبقى مليان على الاخر. الاستاد هيبقى مليان على الاخر يا فندم، ده توقع حضرتك. طيب، فيما يخص التدريبات للنادي الاهلي، فيما يخص فندق الاقامه، كل الامور ميسره ومفيش اي مشاكل؟ كل الامور ميسره. النهارده في تمرين الساعه 10 المفروض ابتدى من شويه، واليومين اللي جايين برضو كل يوم هيتلعب التمرين في نفس ميعاد المباراه اللي هو 10 بالليل بتوقيت المغرب، وبالتالي النهارده وبكره وبعده هيبقى في تمرين كل يوم ان شاء الله للنادي. تم حجز طبعا الملعب ويعني والجهاز الاداري بتاع النادي الاهلي يعني هو بصراحة منظم جدا، وقام بكل الحجوزات وقام بكل الاتصالات، وليه علاقات قوية جدا في المغرب. متوقع يبقى عدد المصريين في هذه المواجهة قد ايه يا فندم؟ يعني انا اتوقع طبعا هيبقى الجالية اعداد اللي طبعا هيتوافدوا على الاستاد من الجماهير المصرية، هيبقى الجالية طبعا هنا الجالية يعني ما اقولش انها جالية كبيرة، ولكن جالية بتحب اللي طبعا الماتشات الكوره وبتحب الكوره المصريه وانتمائها شديد جدا جدا، فبالتالي هيبقى في بعض اعتقد بعض مئات يعني ده المتوقع يعني ان شاء الله. سيادة السفير ياسر عثمان السفير المصري في المغرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.